الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا مسيش نعمل لايك نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. والنهارده خبرنا بيتكلم عن حفل زفاف الاميره اناغيم اخت الاميره سماره يحيى، واجواء يعني رائعه جدا جدا جدا. الزفاف من قسطنطينة، وكان هم اصلا متواجدين من امبارح امس قاعدين هناك، والحفل مقام هناك، والاجواء كلها جميله جدا جدا، وتقاليد جزائريه واجواء جزائريه، وفي الكلور جزائري كله جميل في جميل، واللباس واهم حاجه اللباس التقليدي الجزائري الجميل اللي يعني بيكون اطلال شبه الملكات فعلا. زفاف جميل ورائع، ربنا يوفقهم جميعا يا رب ان شاء الله، ويجعل لهم الخير باذن الله، ويجعل لحضراتكم وليا وللجميع اللهم امين. حضراتكم عن الف خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.